انتصار الفنان السيلوي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية بهذا الفيديو مع لينا محمد اللي بلشت الاحتفال بالأمس بعيد ميلادها 18 سنة مع صحبتها. أما لانا فنشرت مقطع من تجهيزاتها للعيد. نمر إلى الفنان السيلوي اللي نشر مقطع على تيك توك، أعلن من خلال هذا المقطع عن انفصاله عن حبيبته، والواضح أن الفنان السيلوي كان عم يجهز لحفلة الخطوبة بس ما صار نصيب. وعلق الفنان السيلوي على هذا الموضوع كان المفروض يكون خبر حلو بس مع الأسف ما صار نصيب وانفصلنا من فترة، وأكيد الحمد لله على كل شيء وراضي بحكمة الرحيم، الله يوثقها ويحميها ما في زيها. قول والله والله العظيم بعبي الفل، بعبي لك فل، تعطيني الساعة فل فل. اوكي اوكي انا موافق، بس دقيقه لحتى افحصها معلي قبل. افحصها. اوه مبهدله هي بس عادي، مكانه صغار، رايح على القهوه تشرب ارجيله. لك شو لك شو